مساء الخير بحضراتكم والنهارده في اولى حفلات دار الاوبرا المصريه الموسيقى العربيه احب اقدم لكم احلى مغنى للموسيقار محمد عبد الوهاب وطبعا زي ما احنا عارفين كل يوم اثنين احنا بيبقى معانا نجم من نجم من نجوم الزمن الجميل وطبعا النهارده احنا معاكم في الموسيقار محمد عبد الوهاب يمكن انا كنت حريص جدا ان انا اكون موجود النهارده وان انا احيي الحفله دي عشان يمكن كان في شخص كان نفسه بس ان هو يعني يكون شايفني ومبسوط بيا لان كان حصل لي موقف وانا صغير كنت بحب جدا اغني لمحمد عبد الوهاب وفجاه كان في حفله مهمه جدا بيحضرها حضور يعني مهم جدا في البلد ونسيت كوبليه كامل من اغنيه هان الود انا كنت دايما موجود في الصف الاول بطلع اغني سول وانا صغير وارجع وللاسف فضلت سنه كامله في اخر صف الكورال ما ما شفتش اصلا سولو نهائي ولا غنيت نهائي اصلا أه وبحب احيي استاذ نجيب طبعا الموسيقار اللي كان بيدربني في فرقه موسيقى عربيه ويا رب النهارده ان شاء الله باذن الله يعني يكون مبسوط بيا واعوض بقى المشكله اللي انا كنت عملتها وانا صغير ويا رب ان شاء الله باذن الله الحفله تعجبكم النهارده ان شاء الله <applause> قولي لي لك ايه قلبي قلبي اللي انت نسيه وانت قول لي لك ايه قلبي قلبي اللي انت نسيه وانت وانت الغالي علي غالي علي قول لي العين في العين وانت ولا داري بحالي والقهر تبقى هين قلبي والفكر اللي جاني العين في العين وانت ولا داري بحالي والله تبقى هين قلبي والفكر اللي جاني اه من الاتنين والله خدوا مني ليالي كل ده كان فين قولي لي كم مالك ومالي قولي لي لك ايه قلبي قلبي اللي انت نسيه وانت وانت الغالي عليه غالي عليه قولي لي قول لي اجيب مين يرى ومين يسمع كلامي واجيب لك مين يحكي نار شوي وغرامي قول لي اجيب مين يرى ومين يسمع كلامي واجيب لك مين يحكي نار شوي وغرامي اه من الاتنين والله خدوا مني لا كان فين قول لي مالك ومالي قول لي عمال لك ايه قلبي قلبي اللي انت نسي وانت وانت الغالي عليه غالي عليه قول لي آه طبعا لسه انا معاكم بس طبعا بريك صغير وهنرجع لكم تاني وميرسي لحسن استماعكم ميرسي محمد اليوم كان عنده شانس يغني غنية هو اصلا كان على يغنيها وبيرتاح فيها وبالكمفورت زون تبعه المغنى كان حلو ولكن انا ما اخذ اليوم عند محمد على الصوت انه صوته منه نقي بكل المطارح العالي مشدود وعم بسيب النوتات كلها بس العالي هيك كثير حد كان عم بغني بطريقه كثير شارب والنزال كثير مبين بصوته اليوم سو بدي نرجع نشوف مع محمد شوي يرجع يريح صوته يرجع يريح النوتات العاليين ويرجع الليونة ما يطلعوا الاشياء حدة و... وقاسية على الدينة. اصعب شيء اول سنة بالفوكاليز ليه؟ لانه الواحد بيفكر انه كمشى للبوزيسيون بعد شوي بيقشط بالجورة مثلا مثل اليوم غنى صوته حلو كتير هيدا ما في شك بس لما بدو يبلش يرجع على النوتات العالية وصل وقت كان يغني كتير منيح بس يطلع هلا عم يرجع بس يفتح تمه بده يلفظ الآه عم لورا مش هيك عم بيجي لسون نزال هلا بدنا نرجع نشتغل عن جديد على هالشغلة تيقدر يوصل على الفينال عباس عباس اليوم محمد كان حلو شكلا اللي عم بيقوله احترامه لهالعبقري الكبير من بلده حلو اللي قاله حلو اللي غناه الغنيه اصلا بتاخذ العقل والمرافقه تبعه يعني شاغل كان موضوعه يمكن متماسك اكثر من من مروان وكمان اليوم حسيت شغله قبل انا كنت على اشتكي منها اليوم ما اشتكيت منها يمكن صار فيها غير اغلاط بس قبل كان كتير هيك على كانه عم يهمس لنا اليوم لا كان فاتح صوته كان عنده الجراه انه يكون حدا عم يبعتلنا صوت عم يبعتلنا اشياء يعني رغبه بانه هو يكون موجود قدامنا وعم بغني هلا شوي بين كانه صريخ حسيت بمحلات بس يعني مقابيل هيدا الشيء اللي مثل الصريخ او مقابل انه هو طلع من هالقوقعه اللي هو كان يغني فيها اللي اسمها رومانسيه حبيتها يعني لاول مره حسيت انه محمد هيك بالايفال بالبرايمات اوقات بيعملها بيكون هيك منفتح وعم بغني لبرا بس اليوم بالايفال بفتكر لاول مره هيك كان عنده هالشخصيه القويه وصوته كان عنده شخصيه قويه بالنسبه للايفال تبع محمد

في محاولة إخراج حلوة يعني كيف هالموسيقى جاية من برا كيف فات كيف لابس كيف حكي عن تكريم هالشخصية اللي نحن بنحترمها وبنحبها وهو واضح قديش معلق فيها خاصة كيف انه خبر انه لما كان بالكورال قصة لما كان صغير مرة نسي كوبلي ورجعوا زتوه بآخر الكورال مثل كأنه هلأ جاية بهالكونسير هيدا جاي يعود جاي ينتقم فبالتالي لقيت انه فعلا بالنسبة لمروان وصرنا شايفين هالتلميزان هلا كموضوع ككونسيبت متماسك اكتر واضح اكتر حتى بالاول بالبدايه وبالنهايه حسينا بكل تفاصيل البدايه والنهايه وكيف غنى وبالنسبه للمغني اكيد محمد صوته حلو ولكن حسيت هالمره انه قوي صوته باور صار شي باور اكثر فتح صوته يعني كانه بنحسه عم بعده عم يتطور يعني انا اليوم بهالايفال بعدني عم بحسه تطور بمحل شفت شي جديد ما كنت شايفته بالايفالات اللي قبل فعامه جيد انا بحب انه بشوف بصوت محمد النضج اللي بشوفه بشخصيته يعني بحسه هذا الصوت الناضج اللي بيفهم المزوق اللي بيعرف شو يعمل وكيف يعرب واليوم حبيت انه كيف غير بالنيوانس حسيته حتى بمحلات كانه عم بفرجينا قصد انه هو عنده باور بيقدر يقوي صوته بس عندي شغله صغيره انه وقتها بتكون غنيه هالقد معروفه ولا شخص هالقد كبير وعملاق وكل الناس تعرفها يا ريت نكون امينين اكثر للخط اللحنه يعني وقتها بدنا نعرب او بدنا نحط قصص زياده على القليل الافلات تكون هي الافلات الصحيحه لانه بنكون عم نغير فعلا سكه اللحنيه واللي هو شيء مش حلو وقتها بنكون لحن هالقد كبير وهالقد مشهور ولشخص مثل محمد عبد الوهاب.